هاشتاغ واش دا الحسن شد الميكرو احسن اخوان ديال العزاز كما كتشوفوا مسكينه لاله حاده مسكينه كتبغي تعبر يعني الحب ديالها تجاهكم يا المتابعين العزاز ولكن الاحباط ديالها بزاف الحوايج اللي عندها الداخل ديالها مسكينه كتبكي والله العظيم اخوتي العزاز يعني اش نقول لكم خليوا الكلمه لخويا حسن ورحمة الله وبركاته على جميع متتبعي ومتتبعات هذه القناة. ما تنسونيش بواحد لايك وواحد تعليق الله يغطس يديكم في الجنة يا ربي واللي ترجيتو من عند الله الله ان شاء الله يوفقكم ربي فيه ويحفظ لكم والديكم اللي مشتركوا في هذه القناة والاشتراك يكون قوي قوي ان شاء الله راه قناتكم قبل ما تكون قناتي وصلوا هذه القناة. شكرا لكم كامل على التعليق اللي خليتو ليا وعلى المشاهدة نتاعكم ونبدا معكم في لا فيديو. شفتوا المقطع نتاع لا فيديو في الاول الفرحة الكبيرة اللي كذلك حتى حنا فرحنا وحسينا بواحد الفرحة اللي كبيرة بزاف 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 وشفنا ان قناة نتاع مربوحة رجعت اليوتيوب وان شاء الله غترجع بقوة. خويا يونس ميساج من هذا المنبر هذا رجع حط لينا داك الفيديوهات تاوعك الرائعين اللي كنا تنتشرفوا بهم داخل الوطن وخارج الوطن. محتوى نقي محتوى نتاع العائلة المغربية البدوية امك اللي تنتشرفوا انها تكون امنا وجداتنا وتحية ليها. ما تبكيش امي حادة ما تبكيش دموعك غاليين وهاد مجموعة الشياطين ان شاء الله ربي غيخرج فيهم كل دمعة بكيتيها وكل كلمة قالوها في حقك وفي حق بناتك وفي حق ولادك ربي ان شاء الله غيشد حقك. وانا متأكدة ان شاء الله دعوة المظلوم والدمعة نتاع المظلوم ربي تيشد حقه وان شاء الله غيشد حقك وعن حق حقك ان شاء الله غيبان وغنشوفوه ان شاء الله بعينينا يا ربي امين. وعودوا بقوة ان شاء الله حطوا لينا لا فيديوهات نتاعكم رجعوا بقناتكم النقية والمشرفة اللي تتشرف المرأة البدوية المغربية اللي تتشرفنا احنا اللي تنشوفوا الوصفات نتاع زمان عارفين احنا محتوى نتاع خويا يونس شحال نقي محتوى ما شاء الله اللي رائع بزاف بزاف. تربيتك لولادك امي حادة وكذلك باق الدور تبارك الله عليكم واحد التربية اللي ما شاء الله دينية واحترامكم تبارك الله لوليداتكم واحترام وليداتكم ليكم والتربيه نتاع المحبه والموده والرحمه اللي تبارك الله نور على وجهكم هذا هو اللي خلى مجموعه الشياطين انها تضرب في هذه العائله هذا حيث واحد المجموعه شيطانيه ما تتبغيش بطبيعه الحال المحتوى النقي فيما شافت المحتوى النقي فهي تضرب في اعراض نتاع هذيك القناه وحسبي الله ونعم الوكيل. المهم انكم ترجعوا ان شاء الله وبقوه وحنا معاكم وتنبغيوكم بزاف حيت نتوما تشرفوا اليوتيوب المغربي بالمحتوى نتاعكم. شفنا تبارك الله يونس خويا منور تبارك الله بصحه مزيانه الله يدومها عليه يا ربي الله ينورك اكثر اكثر وكذلك راكم عارفين مجموعه الشياطين انها ما تتبغيش ما شاء الله فيما شافت شي واحد زوين تتغير منه هذيك المجموعه حيت عارفينها بطبيعه الحال عارفين الشياطين عارفين الضحكه. المهم واموت واموت يا اللي دوا فيا اموت ورميتوني في العافيه وربي فاجاها عليا ايوا
مجموعة الشياطين، عيتوا ما ديروا في الخطط، عيتوا ما تضربوا، ولكن نسيتوا أن ربي كاين والمظلوم ربي تينصروا، وإن شاء الله هاد الناس منصورين، وعيتوا ما تضربوا في هاد العائلة، ولكن داكشي كلشي اللي داز على هاد العائلة ربي إن شاء الله غياخد فيكم الحق تاني يوم تلت. ربي إن شاء الله غادي ياخد فيكم الحق تاني يوم تلت. أسد اليوتيوب هو خويا يونس وغيبقى دائما أسد اليوتيوب. سمعتوا يا مجموعة الشياطين، واغسلوا لي ودينتكم مزيان. عرفتوا المتتبعين تاعي العزاز والغاليين ان هاد القناة مسكينة لاش تعرضت المساكن السب والقذف، هاد العائلة تعرضت الكلام النادي، ما خلاو لا رجالها ولا عيالاتها. المرأة المسنة الكبيرة مسكينة امي حادة اللي اش غنقول لكم سبوها وعايروها وما خلاوش ليها، وكذلك حتى خويا يونس اللي سبوه وعايروه وجبدولو مسكين، اش غنقول لكم كاع الكلام النادي قالوا عليه، وكذلك بقدو مسكين اللي فيه جدنا وفيه بانا وفيه عمنا وفيه خالنا، حتى هو هاد العائلة ما خلاوش ليها هاد المجموعة هادي. وعرفتوا هاد المجموعة هادي انها تكونت اول تكوين ليها هي فاش بدات بهاد العائله هادي، وعرفنا حنا شكون اللي فتح ليهم الباب وشكون اللي خلاهم وعطاهم اسرار باش يدخلوا لهاد العائله وباش يعيروا باش يهرسوا هاد القناه الكبيره. حيت هاد المجموعات الشيطانيه ما تيبغيوش عائلة او شي قناة تكون نقية في اليوتيوب، حيت هما عارفين روسهم اشنا هما. بطبيعة الحال الشياطين ما تيبغيوش الملائكة، وهنا فاش شافوا هاد القناة نقية ومحتواها نقي وعندها متتبعين داخل المغرب وخارج المغرب، والناس تتبغيوها بواحد الغزارة اللي كبيرة، حيت عندهم محتوى اللي زوين بزاف. حنا بزاف الوصفات، حيت حنا من الجيل بطبيعة الحال جيل دابا ما عارفينش هاد الوصفات نتاع زمان، الجيل المعاصر ما عارفش الوصفات نتاع جدودنا. امي حد دورت لنا واحد الوصفات وعشنا معاه واحد اللحظات من زمان جميل، زمان تاع زمان، يعني تتخلينا في واحد اللحظه اللي تنعيشو تنذكروا جدودنا وتنذكروا الوصفات الجميله والرائعه والطبيعيه والاعشاب، وشحال عطات هاد القناه هادي وشحال عطات امي حاده. بطبيعه الحال هاد الناس هادو ضرهم هاد الشيء فراسهم وضرهم في خاطرهم، حيت هاد الناس نقيين ومحتواهم نقي، حيت هما تيبغيو غير المحتوى اللي تيشبه ليهم. من لقاو هاد المحتوى نقي ولقاو هاد الراجل تبارك الله الرائع والغزال ما شاء الله، الله يحفظك اخويا يونس، فانت والله العظيم العزيز عليا وغالي بحال خويا وربي تيعلم، هما سبحان الله العظيم تيغيروا من الرجل الجميل. عرفتوا الضحكه هذه. المهم هما حيت الشياطين تيغيروا من الراجل الجميل، ايوا قالوا اجي نجمعوها في جمعه وحده ونبداو نخرجوا لهاد العائله ونسبوا فيها في الاعراض نتاعها، وشفنا هاد الاسره مساكن لاش تعرضوا. حوايجي مجموعين غير في الخناشي. شو صبابتي كاع مقطعين، الصبابط نتاع زمان 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 جمعناهم وجبناهم. ليكوش تيقول لي عاودي شحال مره ونشري. حوايجي مستفين غير في الكوزينه، ما تيعطيني حتى باش نمشي الحمام ونصيب فمي. عرفتوا هاد الفيلم هذا اللي كان داز، فيلم تركي؟ ايوا. المهم من ضمن هاد الفيلم هذا هاد الحويجات هادو شفنا مساكن سبوا، وشحال من قناه سبات في هاد القناه هادي مسكينه، وجبدوا في العرض نتاعهم. وراه بنادم راه ماشي عارفش بنادم وينو يسبوا في الاعراض نتاعو ويجبد ليه اللي كاين واللي ما كاينش. خافوا الله، خافوا الله يا الشياطين، خافوا الله. راه شوفوا مهما تديروا في هاد الناس والسب والقذف وتجبدوا كاع الكلام النادي نتاع هاد الكلام اللي قلتو في هاد الناس، والله حتى كاين المحاسب المراقب، والله وربي ان شاء الله غادي ينتقم منكم كاع اللي دوزتو في هاد الناس هادو، ربي غيخرجو فيكم ان شاء الله. استفدتوا دابا، استفدتوا، عرفوكم الناس انكم تكونتوا باش شتوا الاسره المغربيه اللي تدافعوا على الاطفال وعلى المراه المغربيه. انا شايفاكم خارجين بواحد الغزاره بواحد القوه تتسبوا في المراه المغربيه. انا تنعرف اللي تدافع على المراه المغربيه ما تيسبش المراه المغربيه، وانا تنشوفكم تتسبوا في المراه المغربيه. كل نهار الفيديوهات نتاعكم تشهدوا عليكم يا مجموعه الشياطين انكم تتسبوا في المراه المغربيه، وانكم كذلك تتنمروا على الاطفال. ايوا انا عمرني ما شفت ان شي واحد تيدعم الاطفال وتيدافع عليهم وتيدعم المراه المغربيه وتيدافع عليها تيخرج يسب في الاعراض نتاع المراه المغربيه.
عباد الله راه ما طلعش الاحترام، راه ولاو هاد مجموعه الشياطين راه تغاو اكثر من القياس صراحه. فين ما شافوا شي عائله تجمعوا هاد مجموعه الشياطين ربي ان شاء الله غيحاسبهم باش يشتوا الاسره المغربيه وباش يقذفوا المراه المغربيه ويتنمروا على الاطفال المغاربه. واللي حنا ضد هادشي وغادي نبقاو ندافعوا على كل قناه تشرف المغرب وتشرف المحتوى وكذلك اليوتيوب المغربي غنبقاو ندافعوا عليها. انتوما من تدافعوا على المراه المغربيه شحال من ملف محطوط نتاع المراه المغربيه في الطلاق، علاش ما مشيتوش دافعتوا عليها؟ يا كنشوفوا ما تدافعوا على المراه المغربيه، شحال من طفل مسكين ما تيشدش لي صهنا نتاعو، علاش ما تمشيوش تدافعوا على داك الطفل؟ ها ولا نتوما تدافعوا على صحاب القنوات، تدافعوا على اللي بغيتهم، تدافعوا على الدنجال المقشر. اقولي لي حسبي الله ونعم الوكيل، الا شفتوا الطويل غادي مسخر عرفوا القصير هو ولا مسخره.